وقد مكروا مكرهم وعند الله مكروهم. عند الله مكروهم إيش المقصود بالكم؟ لما نقول عند الله مكروهم ممكن يقدر محذوف، اللي هو طبعا بروح في الذهن الآن. أولا لو جيت قلت إنه علم المكر، مكرهم اللي بيمكروه في السر معلوم لدى الله؟ أكيد. إذا من ضمن عند الله، أكيد من ضمن معاني وعند الله العلم. أيوة، وخلينا نركز على هذا، لأنه هو المكر بشو بكون؟ في السر. طب وإذا كان مكشوف، يعني هم بسر ومشان إيش؟ ما هو ليش بكون بالسر؟ مشان يأتي نتائجه، يأتي نتائجه لأنه بالسر، لأنك لو انتبهت للمكر ممكن تعطاط أنت. طيب الله سبحانه وتعالى بالنسبة للخالق مكره، مكرهم معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم. مكشوف، ومش بس مكشوف، وممكن مدون في اللوح المحفوظ. مش ممكن برضه، أكيد. تمام. طيب وممكن يكون المقصود وعند الله، يعني ما إيش المقصود؟ إنه يعني عقوبة هذا المكر ونتائج المضادة عند الله موجودة. إذا لكن لابد يكون في الأول مكشوف. ليش؟ لأنه هو بالسر، هم بسروا بيمكروا بالسر وعند الله مكرهم. شو يعني؟ يعني الخالق الآن يتصرف بقدرته العليم وحكمته، بقدرته وحكمته في الموضوع. يعني تخافوش، مكرهم عند الله. تذكروا في سورة الإسراء وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، فأنت بدك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بده يستأ ليش؟ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، بالتالي هو لحكمة. طيب إذن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن، يعني وإن كان مكرهم إيش؟ لتزول منه حتى من الشدة والقوة بحيث تزول منه الجبال. لا